زغب المتألق مع ناديه وفاق سطيف، والذي عوض الحارس أوكيدجا، فيما حافظ رئيس مبولحي وعز الدين دوخة على وجودهما في القائمة. دفاعيا عاد لاعب الشباب السعودي جمال بالعمري إلى صفوف المنتخب بعد غياب طويل، ومقارنة بمباراة غامبيا في الجولة الماضية يسجل غياب أيوب عبد اللاوي ومختار بالخيتر وإلياس حساني. المدرب الوطني الذي اختار اللاعبين الأكثر جاهزية فضل دعوة آدم والناس وإسماعيل بن ناصر اللذين ينشطان في الدور الإيطالي، إلى جانب إسحاق بالفضيل مهاجم هوفنهايم الألمانية ويوسف عطال مدافع نيس الفرنسية. كلهم سجلوا العودة إلى صفوف الخضر في مواجهة البنين، فيما يغيب هلال العربي السوداني بداعي الإصابة. هي قائمة لم تحمل الاستثناء، ويبدو أن مدرب الخضر يريد الحفاظ على الاستقرار في انتظار إعادة التوازن، ومعها استعادة نغمة الانتصارات المفقودة منذ مدة طويلة. قدم